خلونا نصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ مع حضراتكم كالعادة من محافظة القاهرة. هنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر، وهناك هنلاقي كثافات مرورية. لكن بعد تقاطع الكوبري هنلاقي فيه الكثافات بدأت بتقل بشكل تدريجي، لكنها ما بتختفيش ولسه مكملة لحد مستشفى العباسية. هتبدأ الكثافات تختفي عند محطة مترو الاستاد، ونروح لشارع الموسكي اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أنه بيشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة. بالنسبة بقى لشارع رمسيس اتجاه العباسية، ففي الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات، وكمان الكثافات بتبدأ بداية من ميدان رمسيس وصولا للعباسية لحد شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة. من القاهرة نروح محافظة الجيزة، وخاصة شارع الهرم من بداية المستشفى، وفي كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة. ولو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي برضو في كثافات مرورية عالية مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف شارع كمان فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصلة لحد طوابق. عند كمان الطوابق في كثافات مرورية كبيرة هتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بتشهد بعض الكثافات. نروح معاكم لمحافظة الإسماعيلية، وهنلاقي إن طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين وندخل شارع الطيار إسلام عبد اللطيف، هنلاقي برضو في كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. لكن لو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي فيه سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. ونروح لمحافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، واللي طريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة، في أيضا كثافة نسبية، وفي كثافات نسبية كمان عند مرورية بسيطة بزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا دلوقتي نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38، وأقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.